أهل البيت أيضاً كالنبي صلى الله عليه وآله كانوا منبع الرحمة، لذلك في زيارة الجامعة نقرأ في صفاتهم صفات كثيرة، من جملة الصفات والرحمة الموصولة. أحد رجال الدين كاتب كتاب جداً لطيف، راجعوا تحت هذه الفقرة والرحمة الموصولة، يذكر روايات من كتب العامة تدل على أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الرحمة الموصولة لهذه الأمة. نذكر من حياة الإمام الكاظم، الإمام الكاظم صلوات الله عليه في يوم من الأيام كان يصلي وكان واقفا، فرأى شيخا يريد في حالة أن يتناول عصاه. هذا تعليم إلنا حتى نتعامل مع شيوخنا بهذا المنهج. في حديث إن الشيخ في أهله كالنبي في أمته، إذا واحد شايب في بيتكم هذا يجب أن يوقر، ينبغي أن يوقر كما يوقر النبي. فرأى هذا الشيخ يريد أن يتناول عصاه، ما يقدر، كأنه الإمام توقف عن صلاته، يعني إذا كان يقرأ توقف وانحنى وأخذ العصا وناولها للشيخ ثم قام وأكمل صلاته الإمام الكاظم. هذا تعليم للرحمة.